اهلا بيكم حبايبي طلب طلبات الصف الخامس الابتدائي. النهارده يا حلوين هنحل مع بعضينا اكسرسايز اون ليسن 2 في اللي هي كونسبت يا اولاد كونسبت 2 مع بعضينا. اول سؤال كان بيقول يا اولاد تشوز ها ليه كود هاف ديفينيت نوت بس زير ار نوت ديفينيت. الليكوز السوائل عندها ديفينيت ايه؟ ديفينيت فوليوم. نقط ار نوت ديفينيت، مين اللي مش ديفينيت عندها؟ مين اللي مش شكلها ثابت؟ الشيب. يبقى ليكويدز هاف ديفينيت فوليوم بات ذير شيب ار نوت ديفينيت. فاهمين يا ولاد؟ شكلها مش ثابت. ليه؟ لانها بتاخد شكل ايه؟ شكل الاناء. يبقى الإجابة رقم A. 2 بص كل من نقط ونقط are solid as you have definite shape and volume. مين في دول solid؟ على طول يلا يا فكر شاطر. wood و iron. wood و ايه؟ و iron. 3 one of the substance that doesn't take the shape of its container. مين من المواد دي لا تاخد شكل الاناء؟ اللي مش بياخد شكل الاناء الماده الصلبه. يبقى نختار له ايه؟ ها اويل لا بياخد شكل الاناء، جازولين بياخد شكل الاناء، ووتر يبقى ايه؟ كوين. يعني ايه كوين يا مستر؟ عمله. العمله دي زي الجنيه اللي معاك، دي عمله صلبه، ماده صلبه. الماده الصلبه لا تاخذ شكل ايه؟ الاناء. بص نقط عند نقط تيك ذا شيب. مين اللي بياخد شكل الاناء؟ اللي بياخد شكل الاناء الليكويد والجازز. يلا بقى شوف مين هنا ليكويد وجازز، اير وبلاستيك، ووتر واير اهو لوحديها. الووتر سائل ياخد شكل الاناء، والاير جاز ياخد ايضا ايه؟ شكل ايه؟ الاناء. رقم 5 يلا يا ولاد. جاز از هاف نقط شيب اند نقط فوليوم. الجاز عندها نقط شيب ونقط فوليوم. ها طبعا الجاز لا عندها شكل ثابت ولا حجم ثابت، يبقى نو ديفينيت ونو ديفينيت. نو ديفينيت شيب، نو ديفينيت فوليوم. اللي بعده بارتيكلز اوف نقط ار فيري كلوز. فيري كلوز يعني قريبه جدا من بعض. يا ترى مين جزيئاته قريبة جدا من بعض؟ المادة الصلبة. نختار من دول مادة صلبة. فين؟ جولد. يعني ايه جولد؟ ذهب. الذهب مادة صلبة جزيئاته فيري كلوز، فيري جود. 7 بارتيكلز الجسيمات بتاع all the following substances. كل المواد اللي جاية دي have a lot of energy. الجسيمات except ما عدا طبعا اللي عنده a lot of energy اللي هي الغازات. اهو كله ده غازات except rubber. حتى انت تلاقي ايه؟ تلاقي ووتر فيبر جاز، كربون دايوكسيد جاز، اكسجين جاز، فاكيد الرابر هي الرابر ماده صلبه، فيري كلوز. اللي بعده تو ميجر مع بعضين تو ميجر ذا لينث اوف تيبل عشان استخدم عشان اقيس طول الترابيزه. ها وي كان يوز نستخدم ايه؟ على طول ميجرينج تيب شريط القياس. السؤال الأخير في الصفحة دي يا أولاد عبارة عن توصيل سهل جدا. ملك يعني ملك يا مستر؟ ها يعني ملك يا دكتورة؟ يعني ملك يا دكتور؟ لبن. اللبن ده مادة إيه؟ سائلة. يلا شوف بقى أنهي جملة من دي مناسبة. طبعًا اتس بارتيكل هاف ميديم إنرجي. الطاقة بتاعته ميديم وسط. لا هي كبيرة قوي زي الجاز ولا صغيرة قوي زي السوليد. يبقى بي اير هوا. ها يلا فكر اهي واضحة. اتس بارتيكل الجسيمات بتاعته موف فيري فريلي بحرية كاملة عشان ده جاز. يبقى رقم 2 سي. 3 وود. وود يعني ايه يا مستر؟ خشب. الخشب مادة ايه يا ولاد؟ صلبة. يبقى اتس بارتيكل ها ار بيج تايتلي متجمعة بشكل محكم جدا قريبة جدا. بيكت تايتلي يعني فيري كلوز. ليه؟ لأن هي سوليد. تبقى الإجابة A.
اللي بعده يا محترمين السؤال الثالث. السؤال الثالث true or false، صح وغلط. All forms of matter have volume. ها، كل المواد عندها فوليوم. طبعا true. Liquid don't take the shape of the container. الليكود لا تأخذ شكل الإناء. False، بتاخد شكل الإناء طبعا. Both gold and milk have definite shape. الجولد والميلك عندهم definite shape. No، false. ليه؟ ده عنده definite shape عشان solid، لكن الميلك ما عندوش definite shape. Take the shape of container. اللي بعد، gases keep their shape and the volume whatever the container change. الجازز بتحافظ على شكلها وحجمها بصرف النظر عن الكونتينر لما يتغير. طبعا غلط. ليه؟ لان الجازز بتغير شكلها حسب ايه يا اولاد؟ حسب الاناء. يبقى رقم 5 يا اولاد. on transferring لما بننقل الووتر from one pot من إناء إلى آخر، its volume will change. مستحيل المية حجمها يتغير لأنها ليكون. الحجم ما بيتغيرش، اللي بيتغير مين يا أولاد؟ الشيب. Particles of water can move more freely than particles of water vapor. الووتر ليكون، water vapor gases. هل الووتر جسيماته تتحرك أكثر حرية من الووتر فيبر؟ نو، العكس، عشان ده جاز بيتحرك very freely. Particle جسيمات all matter are in continuous motion، في حالة حركة مستمرة. True. 8 light and sound are forms of matter. اللايت والساوند من اشكال المادة. لا، are forms of energy. فورمس وفيه ولاد انرجي. مينفعش نقول على اللايت والساوند مطر لما لهمش ماس وفوليوم. اللي بعد، رايز ساينتيفيك تيرم، اكتب المصطلح العلمي. 1 state of matter that has definite volume and shape. على طول solid، اللي عندها حجم ثابت وشكل ثابت. state of matter that is characterized by having definite volume but it doesn't have definite shape. ها، مين يا اولاد عنده definite volume، حجم ثابت but it doesn't have definite shape، ما عندهاش شكل ثابت. طبعا هنا بيتكلم على مين؟ liquid. اللي بعده، خلاص يا اولاد، يبقى الاولى solid والتانية ايه؟ liquid. 3 substance that takes the shape and the volume. مين اللي بياخد شكل وحجم الإناء؟ يعني لا ليه شكل ثابت ولا ليه حجم ثابت. ياخد شكل وحجم الإناء الجاز، المادة الغازية. خلاص يا ولاد، المادة ايه؟ الغازية. اللي بعده state. طبعا هنا يا ولاد معلش، قال substances مواد نخليها جازز فمش هتفرق يعني. The state of matter that has a lot of space between its particles. ترجم يعني ايه a lot of space؟ مساحات كتيرة جدا بين الجسيمات بتاعتها. هنا بيتكلم على مين؟ يلا فكر. طبعا الإجابة شاطر، جازز. 5 the tool، الأداة اللي بتستخدم لينس اوف وول. ها، عايز اقيس طول الحيطة بستخدم ايه؟ ميجرنج تيب. يعني ايه يا مستر ميجرنج تيب؟ الشريط المدرج. خلاص يا اولاد، الشريط ايه؟ المدرج، اللي هو ميجرنج ايه؟ تيب. نمبر 5 كومبليت.
states of matter حالات المادة are not not and gas يبقى are solid are liquid وجاز سهلة جدا إذا نقط مطر the volume and shape don't change لا الفوليوم بتغير ولا الشيب يبقى solid عندها definite و definite water is a matter in liquid state الماء في حالة سائلة بينما الووتر فيبر جاز ستيت أربعة مطر ذات تيك ذا شيب المادة اللي بتاخد شكل الإناء but its volume cannot be changed على طول liquid تاخد شكل الإناء لكن حجمها ما بتغيرش خمسة نقط اوف ا بين كان بي ميجرد باي يوزنج رولر ايه اللي في القلم ممكن اقيسه بالرولر المسطرة يبقى لينس الطول بارتك جزيئات نقط are very close قريبة جدا من بعض تبقى solid سهلة ولا صعبة سهلة جدا وانا واثق ان انتوا شاطرين ومحترمين وفاهمين اللي بعد جفريزون اذكر السبب sugar is a solid matter ليه السكر مادة صلبة because it has definite shape and definite volume عنده شكل ثابت وحجم ثابت يبقى because it has a definite shape and volume اللي بعده wood has definite shape and volume العكس بقى ليه الخشب عنده شكل ثابت وحجم ثابت because wood is a solid matter سهل ولا صعبة سهل oxygen has no definite shape or volume لا ليه شكل ثابت ولا حجم ثابت because it is اللي هو it ده اللي هو الاكسجين it is a gas matter مادة يا ولاد مادة يا ولاد مادة غازي مادة ايه غازي اللي بعد particles of a piece of iron are very close جسيمات قطعة حديد قريبة جدا من بعضها ليه because it is a solid matter عشان هي مادة ايه مادة صلبة What happened? ماذا يحدث? The shape of water شكل الماء if we put 3 equal amount لو حطينا 3 كميات من الماء المتساوية in 3 different container يبقى water take the shape of container يحصل لما احط الميه في ثلاث اواني مختلفه الووتر ياخد شكل الاناء shape of containers خلاص يا ولاد اللي بعد ماذا يحدث the volume of coin حجم العمله if we transfer it لو نقلنا الكوين العملة من قب تو انذر يحصل ايه للحجم ها it doesn't change volume of coin doesn't change اخر سؤال عشان اقول لكم باي باي دي تلات اشكال طبعا ده سوليد وده ليكويد وده ايه باين من الرسم بيقول لك ادرس الحاجات دي وحط ايه true or false يلا مع بعضين figure 1 represent solid matter طبعا ليه عشان قريبة جدا من بعضيها 2 figure 2 represent liquid matter true عشان مسافات شوية يعني بعيدة عن بعضها بحاجة بسيطة by increasing the space بزيادة المسافات between the particles of figure 2 the matter may change into solid لما زود المسافات هنا تتحول لمادة صلبة
لا تحول لمادة ايه؟ غازية طبعا. غلط. Particles of figure 1 have more energy than particles of figure 3. False. ده العكس، دي اللي عندها طاقة اكتر من دي. كده الدرس بتاعنا الاسئله كلها خلصت. اتمنى ليكم يا اولاد كل التوفيق وكل النجاح، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا كويس. ربنا معاكم وربنا يوفقكم، ولا لقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.